نتعديو مع بعضنا القاعة الخابية. قاع الخابية. السيدات اللي هما اكيد باش يعطيو رايهم في الماكلة التونسية الزمنية المزيانة الحلوة. انا نقول كل مرة فنانة في كوجينتها، وكل مرة عندها لومبرانت نتاعها، وكل مرة خاطر نجمو ندخلوا انا وياك نفس الكوجينة، نفس الفيح، نفس كل شيء، ما ماكلتك تعطي نكهة وما ماكلتي تعطي نكهة، خاطر كل مرة والبصمة نتاعها سبحان الله. كما نقولوا احنا كل مرة ونفس نتاعها كيفاش طيب الحاجة. خاصة نقول انا التطيب فن، حتى لو كان عجب المرقاز كما قالت مدام هند، ما عندكش فكرة العجب المرقاز كتيب معناها على قواعدها كيف ما هي بالضبط، حاجه خارقة العادة، ومعناها طبق تونسي مزيان وممتاز، ونتصور معناها في برشا بلدان عربية يحبوا الماكلة التونسية، خاصة اللبلابي، الكسكسي، البريك، السلطة المشوية، برشا حاجات هكا مدفونه. خويا محلاها ماكلتنا المدفونه زاد ساره ما يعرفوش يسوقوها بالبداية. المغاربه فهموا كل شيء، المغاربه فهموا كيفاش يسوقوا بلادهم، خليوا الناس يخموا الكسكسي مغربي الوغ هو الكسكسي مش مغربي. برافو عليك، برافو، بردت لي على قلبي. حتى الناس تقول قولوا مش مغربي الكسكسي، الكسكسي نتاعهم على الكسكسي نتاعنا، الكسكسي نتاعهم احنا عنا ازعر. هما انا مره تعاركت معاهم ازعر، هما ازعر وبنين راهو هو بنين، اما لا فيه لا حار لا طماطم لا نقول لك كيفاش يطيب. حتى الجيريه كيف كيف كل واحد كل بلاد ورطالها. انا نحترم المغرب ونحبها برشا، ونحب الكسكسي نتاعهم، اما كسكسينا وحده، كسكسي بالعصبان وبالقديد كيما عملت انا ليله النص بالقديد وبالفول هكا والمرقيز الشيح. هذه الحجو اللي نحبوه هكا الكسكسي المغربي. الكسكسي المغربي طيبوه بالحم العلوش، والمغاربه عندهم طريقه اللي قلت عليهم المره الاخرى، ياخذوا القارص يقصوه رنديلات رنديلات، يحطوه في حكه بالنار، يصبوا عليه حشكم الملح الحرش، ويغطيوا الحكه بالمنديله ويربطوها بخيط، ويخليوه اكل القارص هذاك يذوب يولي كطماطم بالضبط لك الهريسه. دونك كيف يطيبوا ما عندهمش الطماطم المعجونه، يستعملوا الطماطم الكعب، يقشروها ويرفسوها بالفرشيطه ولا ترحيه بالرحى، يحطوا في الكسكسي نتاعهم العدس، يحطوا الفول المصري، يحطوا اسفناريه، ويحطوا الحم يتقلى في برشا 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 بصل، يحطوا كميه نتاع بصل غير عاديه يقليوا فيها الحم، ومن بعد تحط عليه الزعفران. هم عندهم الزعفران مش الكركم، عندهم الزعفران الحر. يحطوا فيه الزعفران، يحطوا فيه الفلفل الكحل، يحطوا فيه اسمه القرفه شويه قرفه، يحطوا فيها الحاجات هذيك اللي عندهم، ويصبوا الطماطم المعجونه هذيك، وباش ما يجيش الحم قوي ويتهضم وتتحرق الكغاس اللي فيه، يحطوا القرفه نتاع قارص هذاك المرقد في الملح، يطيح الكغاس ويتقلى مليح، ويحطوا الكسكسي يتفور، يحطوا فيه شوش الورد، يحطوا فيه عود قرنفل، ويغطيوا الكسكس بالنعناع الاخضر، ما يتغسلش، يتمسح بمنديله مبلوله، خاطر بالنسبه للمغاربه النعناع كي تغسلوا بالماء تقتل له الروح اللي فيه، دونك يتمسح مسحان، ويتغطى به الكسكسي، ويحطوا عليه المكب الصعف، ويخليوه يتفور. وقت اللي تنحي المكب تصب الكسكسي يتخرج ريحه العود القرنفل وشوش الورد والنعناع والقرفه، دونك وتسقي عندك ما تاكل حاجه خرق العاده ونطيبوا مليح مليح نهار طيب. انا غزرت غزرت قلت ما زلنا في رمضان وشق الفتره قاعده تشهي فيا توا والله. احنا انت تكلمت على ماكله العاده والسنه. ايه كانت الوالده الله يرحمها الله يرحمها تعيش وترحم، كانت تعيش وترحم يا شختي، كانت تقول التطيب نفوس وكان تصنيفها كبيره كوردون بلو. احنا في العيد مثلا، في العيد فما اللي يعمل الملوخيه ونعملوا المدفونه طيب مثلا انا عملت ملوخيه، بنت خالتي عملت مدفونه، ونذوقوا بعضنا ونعملوا بيان سور نهار الاول الحليله، ونعملوا طاجين ورقه ولا انا عملت تاخت مثلا، تاخت بسبناخ اللي زعما غبيت فوالا فهمت. دونك الماكله نفوس وعنا عادات زاد راهو ما نجموش نتخليو عليهم. انا باش نعطي البلان تاع اليوم بحكم اللي الدنيا ماشيه وتسخن، ماذا بينا ناخذوا كان الحاجه الخفيفه اللي ما تزيدش علينا والمزيانه واللي نجموا ناخذوا منها كميه كبيره برشا من غير ضرر. انا ديما ماذا بيا الطنجره يكون فيها توازن، الزيوت والغريس والحاجات نجموا نعالجوهم بطريقه مزيانه
اللي تنجم قد ما تاكل ما يضركش. مثلا الدنيا باش تسخن، عندنا اللوبيا الخضراء، عندنا القنوية. القنوية لا مدام القنوية عاد شوفي كيلو قداش عندنا ياسر غالية. يرخص غالية مدام القنوية. باهي باش نمشي بيك للمرمز يا لال. باهي باهي بالكرشة رخص شوية المرمز بالكرشة بالكرشة باللي تحب باللي تحب بالكرشة بنين على الاخر هكا رخيصة الكرشة الحمد لله رخيصة. كسوة علوش ولا بقري؟ علوش علوش. لا اسمعني توا يا اخي تو دوريجين ماروكان انت؟ لا مانيش ماروكية. اي مالا شنو هو؟ علاه تقولي ماروكية واحد تقولي هندية واحد تقولي تونسية؟ انا تونسية بنت المدينة بنت الحومة العربي بنت على خاطر الزيتونة بنت الربط. تعطيتني الغوسيت نتاع كسكسي المغربي نقول واه يا شومي حب اطلاع وعلامة معناها كي تعجبني الحاجة ماذا بيا نطلع عليها. اما ماذا بينا توا بحكم الحياة نتاعنا ذا بينا نقصوا من العلوش يا خي. باهي نعملوا مرمز بالكرشة يا لالا عبش نبدلوا على خاطر نحى علينا الحمل العلوش جيب الكرشة. فما ناس خاطر ما تاكلهاش الكرشة كل سوا كرشة حبت لها حبت لها قديمات الحم يسيلش. أما قديمات مع الوضع توا ناخذوا الكرشة ناخذوا الكرشة نظفوها مليح مليح مليح. واللي تحب تنظف الكرشة من غير ما تتعب فيها قبل ما تعمل حتى شيء تحطها في الكسكاس تصب عليها ملح أحرش تحرضها بيديها مليح مليح تنحيلها أكل العاب ذاك الكل كل 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 عصر قارس وإلا كي تخلط ولا بيكربونات زادا ولا بالكربونات ونعملها تتغسل مليح 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 كما عارفينها تولي هكا تشعل كل فضة يبدا الماء هابط عليها تحط على كل لوحة وتبدا تقرقش فيها هكا أي هكا أنا حتى في الماء سخونة أي نعم أنا غالي الماء ما تقرقش قشر أنا كيما ماما كانت تعمل نحطوا المقفول حتى احنا زادا البرمة احنا كل نتاع العيد واللوحة واللوحة بيان سور اللوحة كيما لوحة صابون ذكرها ولا نغطس هكا بالبانس نغطس ونجبد. ما انت كي تعمل لها الملح قبل وكل تسهل وقت تسقطها في الماء سخون وتجبدها انت تعمل القشرة هكا وهي تجي معاك تولي سهلة سهلة على الاخر. وعندي اختي لما جيها تعمل بالجير بالجير فما انا ما نعرفش ما عرفتش نقدها شت محلاش قالت لما جيها تحس كل احترام احترام كلمة لما جيها لله وسيدي محليها انا نموت عليها اختي عندك الحق لله وسيدي ربي فضلك نكملوا طيبوا المرمز ولا خلي بعد يظهر باش نخليه خاطر فما وقت اخبار احنا قريب. الطريقه اللي انا طيبها المرمز مستحيل نحط طماطم معجونه طماطم مكعب تسقطها في الماء يغلي تخرجها تعمل لك تتقشر تجي سهله ترفسها بالفشيطه تحط عليها شويه فلفل زينه شيشه في الكعب شيشه كركم اذا كان كرشه تيبل. علوش من غير تابل اذا كان كرشه بقري بالتابل اما العلوش لا تنحي منك هات العلوش في التابل وبعد تحط البصل وتحط الكرشه والزيت تخلي يغلي مليح 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 معاه الحمص بيان سور برشا حمص انت تاخذك الغلوه المزيانه وهكا تبدا تبقبق شويه وانت تصب الطماطم نتاعك هذيك اللي انت محضرتها ومفوحتها وتحط نار جويده البصل يسيب الماء الطماطم يسيب الماء ماكش مستحقه باش تصب الماء وتحرك وتصب الماء على نار جويده تخليها تغلي واحده واحده الحمص يهبط الزبده الكرشه تهبط الزبده والامور كلها تهبط زبده زيت قصلها جرينين فلفل في الاخر على اربعه برشا عاد برشا فلفل مرمز على اربعه لا لا لا. ومن بعد تحط جرين هكاك حار كما عفينا احمر بزين بيه الصحن صلي على النبي تعبيك الصحن تحط قدامك عندك ما تاكل قول والله وحش ما شاء الله فنانه تحسها فنانه اي اي فنانه جبح فيه انت وليلي اسمعني هذا تتكلم على الماكله افيك امور نعيشك ميرسي نحس عينيها تتكلم كي تصدقني تصدقني نعرفك تصدقني نحكي معك باغ امور ما نعمل حد شيء سان امور كيفك وكي نعبد ريت معينيش نطيب ريت معينيش نطيب قسما بربي لا نطيب كيفي انا نطيب تاكل اي حاجه انا في شق الفطر وصايمه ساعات كي ما نحبش نطيب نقول مش نعمل بلديه اليوم نجبد القديم تنهارين مين صحيح صحيح نحب نعمل حاجه وانا شيرها عليها خاطر وقتها ننجز حاجه باهيه فوالا زيد دونك مرمز بالعلوش والحمص وقرين فلفل احمر ويتيب بالراحه واحده واحده وشخص كان يجي بالزبده عندك وشخص كان يجي طيب في كروينا نحاس لا 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 انا طيب كان ملكة النحاس انا طيب كان في النحاس عندك كمية نحاس غير طبيعي غير طبيعي نحاس امي يرحمها انا بيدي ماما عملت لنا كل واحدة نحاس أيوي. كل الدوزين احنا نقول دوزين كل عام في رمضان تمشي تقصدروا يقصدروا بابا كل عام كل شيء في النحاس حسيبي قديش حسيتي احنا كنا قدم
وعلى بالقدم قدم بالجيزه القدم الاصل على ذكر العشاء حاجه مدام هند اكثر العباد خاصه اللي يسافروا واللي يخدموا اللي عندهم مسؤوليات صدقني هما اكثر ناس متمسكين بالحاجات القديمه يستنوا المناسبات مثلا باش يعملوا حاجات اللي هما محرومين منها في سيور الايام بحكم الخدمه بحكم تقول في رمضان برشا حاجات صعيبه في رمضان وتيب كوميم تلقى لها الوقت وت